أهلا بكم في وجيز. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستحداث جهاز يقظة دقيق خلال الأسبوع الجاري قصد مواجهة العصابات التي تستهدف الاستقرار الاجتماعي. بيان الرئاسة الجزائرية نقل عن الرئيس تبون تأكيده ضرورة أن يضمن الجهاز الجديد التنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة بشأن المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية أن بلاده ليست في حالة حرب مع الشعب الأوكراني. بوتين قال إن الشعب الأوكراني أصبح رهيناً لدى نظام كييف ورعاته الغربيين الذين احتلوا ذلك البلد فعلياً سياسياً عسكرياً واقتصادياً. لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب أزيد من 200 آخرين إثر الزلزال الذي ضرب الاثنين ولاية هاتاي التركية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريشتر. إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفادت بأن 90 هزة ارتدادية سجلت عقب الزلزال. يأتي الزلزال الجديد في هاتاي بعد أسبوعين من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا. أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها توسيع نطاق عمليات المساعدة عبر الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب الحدود التركية السورية. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن 10 شاحنات تحمل إمدادات للإيواء من المنظمة الدولية للهجرة دخلت شمال حلب بسوريا الاثنين من معبر الراعي الحدودي. نهاية وجيز، إلى اللقاء. We'll be right back.